للحديث أكثر عن الجهود الدولية لإغاثة اللاجئين الأفغان تنضم إلينا من عمان السيدة رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. سيدة رولا مساء الخير، مرحبا بك معنا. لا شك الأوضاع الإنسانية في أفغانستان تتفاقم، ما يتطلب استجابة عاجلة. كيف بالإمكان في هذه المرحلة تقييم الاستجابة الدولية لهذه الاحتياجات؟ طبعا الاحتياجات شديدة جدا داخل أفغانستان، وهناك حاجة ليس فقط للدعم الآن ولكن للالتزام بدعم الشعب الأفغاني لسنوات عديدة. كما تعلم أول الأسبوع كان هناك اجتماع، الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والالتزام بدعم الأفغان والجهود الإغاثة الإنسانية. الأموال التي رصدت كانت خبر جيد، يعني هناك حوالي بليون دولار تم التعهد بتقديمها لمساعدة الشعب الأفغاني، وهو رقم يبدو كبير، ولكن يجب أن نتذكر أن الاحتياجات جمة. هناك حوالي 39 مليون أفغان موجودين داخل البلاد تحت خطر أن تنهار الأجهزة الأساسية في الدولة، سواء التعليم، الرعاية الصحية، هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، هناك حروب امتدت على مدى عقود، وهناك جفاف شديد، هناك جائحة كوفيد، والشتاء على الأبواب. وبالإضافة لذلك هناك أكثر من 3.5 مليون أفغان اضطروا في السنوات الماضية إلى ترك بيوتهم وهم نازحون داخل أفغانستان. أكثر من 600 ألف منهم نزحوا منذ بداية العام. هؤلاء يحتاجون إلى المأوى، يحتاجون إلى الغذاء، إلى الرعاية الصحية، إلى سقف يأويهم، إلى الأمن والأمان. يعني أهم ما يحتاجه الأفغان الآن هو الأمن والأمان. يجب أن يكون هناك صون لحرياتهم وحقوقهم، ولكن يجب أيضا أن يلتزم المجتمع الدولي بمساعدتهم حتى نتمكن من التخفيف عنهم في هذه اللحظة الحرجة. نحن لا نتحدث عن وقف المعاناة بالكامل، ولكن على الأقل بالتخفيف عنهم. التحديات كبيرة لا شك، لكن أيضا التحولات في البلاد وسيطرة حركة طالبان ربما أضاف مزيدا من الثقل على هذه التحديات أمام جهود الإغاثة. إلى أي مدى بالإمكان في هذه المرحلة الحديث ربما عن تقدم أو اختراق على مسار التغلب على هذه الأمور، سواء اللوجستية على الأرض أو أيضا على صعيد العلاقة مع طالبان؟ كما تفضلت، الوضع على الأرض معقد والوضع غير مستقر بعد، ولا ندري كيف ستتطور الأمور خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. الآن نحن هدفنا الأساسي ونحن ملتزمون بأن نبقى على الأرض وأن نحاول الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة. حتى الآن حركة طالبان التزمت ووعدت وطلبت من المنظمات الإغاثة أن تستمر في وجودها على الأرض. حتى نتمكن من ذلك هناك طبعا متطلبات. أولا يجب أن نتمكن من تقديم المساعدات إلى الناس، وهذا يتطلب أن نتمكن من جلب المساعدات إلى أفغانستان. هذا يتطلب القدرة على الحركة داخل أفغانستان بحرية وبأمان. يجب أن يكون هناك تعهد بتأمين الإمدادات وتأمين الوصول العاملين في الإغاثة الإنسانية إلى من يحتاج الإغاثة بأمان. أيضا يجب أن لا يكون هناك قيود أو شروط على منظمات الإغاثة وهي تحاول أن تمد يد العون، ويجب أن يكون هناك التزام طويل الأمد. نحن نتحدث عن أمرين، هناك احتياجات طارئة وإنسانية حالية، كما ذكرت هناك حاجة للمأوى، للبطانيات، للغذاء، للخدمات الصحية، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا جهد للحفاظ على عدم انهيار كل الخدمات الأساسية في هذا البلد، لأنه يجب أن نتذكر 39 مليون أفغاني ما زالوا داخل البلاد وهم عانوا كثيرا، ويجب أن يكون هناك جهود دولية لوقف هذه المعاناة والتخفيف عنها. طبعا الحلول السياسية أهم وأقصر الطرق لوقف معاناة المدنيين الذين يتحملون بالعادة أعباء أي حرب وأي نزاع. حديث طالبان عن أن المساعدات الدولية لابد أن تمر عبر مساراتها وبإشرافها، هل بالنسبة لكم هذا يأتي في إطار وسياق الشروط والقيود؟ يعني كما قلت، حتى الآن الإشارات التي وصلتنا، وقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس عن هذا الموضوع،
حتى الآن الإشارات التي وصلتنا أن حركة طالبان معنية بأن تستمر منظمات الإغاثة عملها على الأرض. وهناك حتى الآن لا يوجد مضايقات ممكن التحدث عنها. طبعا هناك أوضاع أمنية ربما منعتنا أو لم نتمكن بسببها من الوصول إلى بعض المناطق، ولكننا تقريبا موجودون في جميع المقاطعات، موجودين على الأرض. نحن نسعى إلى تأمين هذا الوجود واستمراريته بما ويتطلب ذلك، كما قلت، يتطلب ضمانات بأن العاملين في الإغاثة الإنسانية سواء كانوا رجالا أم نساء أن يتمكنوا من متابعة عملهم دون أي شروط وقيود، وأن يكون هناك التزام بأن يعني حمايتهم وسلامتهم وهم يقومون بهذا العمل. ويجب أن يكون طبعا التزام من المجتمع الدولي، هذا أمر لا يمكن أن نغفل عنه، التزام المجتمع الدولي بعدم إدارة ظهره لأفغانستان والشعب الأفغاني بهذه اللحظة مهم جدا جدا، وهو مسؤولية. نحن نعرف معظم النزاعات لها بعد إقليمي ودولي، وهناك العديد من الأطراف التي لها دور في هذه النزاعات، ويجب أن يكون هناك تحمل في مسؤولية تخفيف عمن يدفع الثمن الأكبر له. شكرا، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من عمان السيدة رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، شكرا جزيلا لك.